مرحبا، شلونكم؟ وعظم الله لكم الاجر بذكرى استشهاد سيدي ومولاي ابا الشهداء. هاي حلقة جديدة من بس بالعراق، ومجموعة من المقاطع اللي حضرناها واللي رصدناها خلال العشرة الاولى من المحرم الحرام. شلون العراقيين جهزوا وتهيئوا وحضروا المواكب والمجالس الحسينية حتى يحيون هاي العشر ايام ويحيون هاي الشعيرة المهمة اللي وصلت لكل العالم. العراقيين بهاي العشرة ايام يتغيرون، يصيرون مجانين بحب الحسين عليه السلام من ناحية الكرم والغيرة والجهد. واحنا ندري بهذا الشهر درجة الحرارة لامست 52 درجة مئوية، يعني الجو كلش حار. بس برأيكم هذا اثر على العراقيين لو لا؟ مو يهمهم الموضوع يا اخوان، لا يهمهم درجة حرارة، لا يهمهم تعب، لا يهمهم جهد. عدهم عشر ايام من شهر المحرم يحيون بي هاي الشعيرة المهمة اللي العالم انظاره كلها تتوجه على العراق وعلى العراقيين. ايش راح يسوون؟ ايش راح يقدمون هاي السنة؟ شنو؟ تعالوا خلينا نشوف هذا المقطع لهؤلاء الاطفال العراقيين الصغار الكبار بهذا الفعل. اوسع من خيالش ما اشوفك باعتقادي يا الحب اكسر بدم. هذا موكب صغير خال هنا مسوي مثل البسطية بين هذا العامودين مال الكهرباء، مجموعة من الاطفال هسه ما اعرف باي منطقة من مناطق العراق الفقيرة، وجايين حاطين قلاصات مال المي ويوزعون مي بارد وفرحانين مبتهجين. اول مرة احنا نشوف ونلاحظ ناس يقدمون خدمة وهم كلش فرحانين. باعتقادي يا الحب اكسر بدم وتملك الفؤادي، ولهذا السبب يحشي انا حسك سر ودادي لطول الوقت يا الغالي دايم انشدادي. متفاجئين متفاجئين، اهلا وسهلا. صرت مصدر سروري احبك واللي يحب لازم يضحي وما يبالي. عجيب عجيب، من نجي هنا ونسولف بهذا البرنامج عن اللي دا يصير بالعراق وعن اللي دا يسووا العراقيين سواء كانوا اطفال او شباب او حتى رجال كبار، ترى اللي دا يصير عجيب ما موجود بكل بقعة من بقع العالم يا اخوان. هاي بس بالعراق ممكن نشوف مثل هيجي افعال ومثل هيجي تصرفات ومثل هيجي كرم ومثل هيجي حفاوة بابسط الشيء، يعني بابسط الاشياء. اليوم انا ما عندي ما املك شيء، بس انا عندي الركيزة الاساسية حتى اقدم هذا الشيء فاقدمه. اقدم انا اللي علي اقدم، عندي بس شاي اقدم شاي، عندي بس مي اقدم مي للحسين عليه السلام ثوابها. زين عفكم من هذا، تعالوا شوفوا هذا الطفل الصغير اللي هو سوى موكب ودعا سيد معمم رجل دين حتى يقعد يمه بالتكية. احنا نصيح لها تكية اللي هي مكان يجون يسووا الاطفال يقدمون بيت شاي والمي بالعشرة الاولى من المحرم الحرام. تعال خلينا نشوف هذا الفيديو، هذا فيديو بسيط جدا بس والله بيه رسالة كلش كبيرة. عجيب اللي دا يصير، والله عجيب اللي دا يصير. هسه انتو دا تقولوا لي لا انت تبالغ واحنا عادي عايشين ويا هذا الشيء، بس والله ترى شيء مو عادي، هذا شيء مو قليل، هذا شيء كبير. شوفوا هذا الطفل شلون يتلهى في باوع يمنى ويسرى، يقول بلكي يجيني واحد اقدم له مي بثواب الامام الحسين، بلكي يجيني واحد يقعد يمي. وهذا السيد المعمم قاعد ورا صافن دا يبكي. ادري شنو هاي الفطره اللي احنا مخلوقين عليها؟ يعني والله العظيم احنا كعراقيين المفروض يوميا الصبح وبالليل نشكر الله على انه احنا خلقنا بالعراق وخلقنا حسينيين، والعالم يشوفنا ويتعجب. شنو هذا؟ هذا شنو اللي دا يصير؟ شنو اللي دا يصير؟ شنو اللي تبدا تسووه؟ مستحيل. ما تحمل قام يبكي. ويلاه يا ربي مجهز الشاي مالته وجايب الترميز مجهز اموره كلها، وقعد هذا السيد وياه هاي التكية الصغيره
موكب صغير. صعب دمع مني اللي انت ابوها صعب. والله ما اعرف شنو احكي حقيقة، والله ما اعرف شنو اسالف، والله ما اعرف شلون اصف مثل هيجي فيديوهات بها رسالة عظيمة. بس والله انا جدا فخور، فخور لاني اولا عراقي، ولاني اولا حسيني، ولاني انتمي لمثل هؤلاء الابطال اللي يعطون رساله كلش كبيره بالمجتمع، بالعالم الاسلامي، بالعالم الغربي. هذا العراق يا اخوان، هذا العراق رغم كل الصعوبات اللي يمر بيها، رغم كل الحرمان اللي يعيشوه العراقيين، رغم كل المأساة اللي احنا دنعيشها، رغم انه هو صغير بس كرمه كبير، بس حفاوته كبيره، بس احساسه عظيم، وهو ده يقدم هاي الرساله. تعالوا خلينا نشوف هذا المقطع. ذول الناس العراقيين العمال اللي يشتغلون بمقلع مال طابوق، وبسبب شغلهم وما قدروا يحضرون مجالس لان هم على باب الله اصحاب القوت اليومي، يعني اذا يطلع يشتغل ياكل، اذا ما يطلع يشتغل ما راح يقدر ياكل. وشهر محرم شو يسوي يعني؟ وين يروح؟ ويريد يحيي الشعيره، ويريد يلطم، ويريد يبكي، ويريد يواسي الزهره عليها السلام بهذا الشهر. تعال شوف السوا. يمكن الكاف الحضار من تعبرين الصحارى للهجين، الرمال دموعك تخضر شجار، حزنك وعيلك عمرك قصير، وانا كل عمري لجل عينك صفار، ويا طولك بقصر جرح الطفول، عذر ابو الغيره ويا طولك كف كبار. ها يا زينب لا تمري. وهم ذول الفقراء اللي أغناهم الله بحب الحسين عليه السلام، ورغم الجهد اللي هم بذلوه حتى يعيشون ويحصلون لقمة الحلال. ما تتخيلون درجة الحرارة بهذا المكان اللي هم بيه، احنا بالطبيعي درجة الحرارة 50، بهذا المكان تعبر 70 درجة الحرارة. طابوق يحتاج حرارة وهم دا يشتغلون. عافوا الحسين عليه السلام، تركوا الشعيرة، لا، سووا مجلس هنا هم بمكان شغلهم وبدوا يلطمون. ممكن يتخلون عن مبادئهم الحسينية اللي هم ربوا وترعرعوا ونشأوا عليها؟ مستحيل. مأجورين إن شاء الله، وعظم الله أجركم وعاشة إيديكم على هذا الفيديو وهاي الرسالة العظيمة جدا. من هذا المقطع انتقل لمقطع آخر. تعالوا شوفوا هذا الأب بهذا المقطع. أبناء اثنين ما يتكلمون، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يسمعون، وجابهم أبوهم حتى يحضرون هذا المجلس الحسيني ويحكي لهم بلغة الإشارة. تبدأ تشوفون وين دا يوصل الموضوع لو لا. تعالوا خلينا نشوف هذا الفيديو. أريد أتعلم بجينك بلا صب. شوفوا هذا الولد القاعد، هذا شوفونا هذا الولد، هذا يشغله بالإشارة يسولف من هو يحكي أخرس. أريد أتعلم بجينك بلا صوت وضم عبرة مصابك علي يسمعون، كون الحسرة تشبه طعم الغروب بنصيحة يا زينب أختنك كون. حرام حرام عليك. يبكي 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 مرتاح. سيح ليش؟ لأن خواتك من بجيهن ذبا نجفون، تبجي مباوق الماخوذ عنوك عنوك، دما ثمن دون انتون. أريد انعوى وانو بصوت مبحوح. هذا الطفل مي يعني ما يسمع وما يحكي، وأبوه جاي بالإشارة يترجم له كلام القارئ، يترجم بلغتهم ويوصل له الفكرة، والطفل يبكي، الطفل ينهار على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. كل الصور، كل المواقف، كل اللي إحنا هسه نشاهده شي يدل؟ يدل على شغلة وحدة، وهي أنه إحنا كعراقيين
مجنونين بالحسين عليه السلام، عيوننا تجري دمع عند ما يذكر اسم الحسين عليه السلام. يعني مثل يجي فيديو منو انا اعلق عليه واقول شنو وشنو اللي يصير هنا؟ ما ممكن اني اجي اعلق بحرف واحد ما اعرف شنو اللي يصير هنا، فشي يعني خارج عن المألوف، فشي ما مألوف، ما صاير هذا. تعال خلينا نشوف هذا المقطع لشخص بالسيارة وشاف أطفال يوزعون ثواب الإمام الحسين عليه السلام وحب يستفز الطفل، قال له هاي 5000 هاي 10000 بس أرجع للبيت، يعني لا تقدم بعد خدمة، تعلم من الدنيا حارة وهيج. جاوبه، تعال خلينا نشوف. أحب أشوف هيج فيديوهات، أنا أحب أشوف هيج فيديوهات. دورين شلونك حبيبي؟ أنت منا؟ من عيد. والنعم والله. قل لك زين ايش رايك انطيك هاي 10000 تترك هاي السيارة تترك هذا؟ لا ابد؟ لا 10000 ظل بيها يومين ذاكر تشتري براحتك؟ لا ما تترك هاي الخدمة؟ ما تترك. زين انت شنو مازك هسه الساعة بثلاثة الظهر طالع توزع ثواب الإمام الحسين؟ انتم كلكم اعطيكم 10000 بس تتركون هاي الخدمة؟ لا رحم الله والديك، روح رحم الله والديك. والله العظيم ما اعرف ايش اقول لك عمي، ايش تسولفون ايش تقولون؟ احنا واصلين لمرحله يطلع بثلاثة الظهر بعز الحر درجه الحراره 53 بالبصره بالناصريه بالعماره ما ادري وين، ويجي يقول شخص يقول له عمي تعال هاي فلوس ارجع للبيت نام على التبريد، روح تونس بيهن ذن يومني يكفنك 10000 15000. قل له لا ما اترك الخدمه. ليش اترك الخدمه؟ ما تفيدني هاي 10000 وخذهن لك. اطفال هذول كبار شباب كاملين الوعي؟ لا هذول أطفال عمي، أطفال عراقيين دا ينطون رسالة عظيمة بالكرم والخدمة والتمسك الحسيني. والله احنا نفرح، انا افرح من اشاهد هيك فيديوهات واحب اعيد مرة واثنين وثلاثة. ترسخ القيم عندنا من نشوف أطفال بهذا المبدأ ومتمسكين بهاي العقيدة ومتمسكين بالخدمة الحسينية. ذول عراقيين وذول حسينيين وذول درس كلش كبير للي يحكي علينا واللي ينتقد الشعائر الحسينية واللي ينتقد اللي يسووا العراقيين من تقديم وإحياء للشعائر وإحياء المجالس ويتحملون درجات الحرارة العالية. هذول إحنا العراقيين مستحيل تجي تقنعنا بيوم من الأيام أنه نترك القضية الحسينية ونترك طريق الإمام الحسين، مستحيل. من طفلنا الصغير حتى رجلنا الشايب الكبير، مستحيلة هاي. من هذا المقطع انتقل لمقطع آخر، خلينا نشوف شنو المقطع. أوسع من خيالش ما أشوف. هم لطفل صغير مسوي موكب وخال مجموعة من العصائر، وتدرون أنتوا اليوم من طفل الصغير يفتح تكية قدام بيتهم شوية عن بيتهم براس الشارع تكون بي يعني مو أماكن موجودين بها خدام الحسين عليه السلام. لربما شخص مار يجي ياخذ من عنده وهو يفرح، لربما عائله جايه من يمه تاخذ. بهذا اليوم صادف مر موكب من يم هاي التكيه الصغيره وكلهم اخذوا اللي يقدمه هذا الطفل. فرحه تقول محصل شيء هو بجيبه، مطيفه مكافاه، مطيفه فد لعبه يلعب بيها، وكلهم هو مقدم من يمه بس هو فرحان لان اخذوا من عنده. تعال خلينا نشوف. تعال باعتقادي يا الحب اكشرب دم وتملك كل فؤادي، ولهذا السبب يحشي انا حسك شر ودادي لك طول الوقت يلعب فرحان فرحان انشدادي فرحان اغلى من يمه. العالم يسلم عليك، صرت تزرع بروحه ثقة بالنفس من انت تجي تاخذ من عنده وتقول له حبيبي مأجور عاشت ايدك الله يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله هاي التكية مالتك تصير موكب كلش كبير. فدي يفرح ويزرع الثقة. يا اخوان من يشوفون مواكب صغيرة لأطفال دائما شوفوهم واخذوا من عندهم، اخذ من عنده وقول له عاشت ايدك حبيبي الله يوفقك مأجور ان شاء الله وان شاء الله موكبك يكبر. فدي يفرح والسنة تجي راح يقدم اكثر والبعدها راح يقدم اكثر، من يصير شاب كبير صار عنده موكب كبير وهو مستمر على القضية الحسينية الى ان نموت. انتقل لمقطع اخر. هسه احنا بالبداية جينا استعرضنا مواكب صغيرة لاطفال صغار عراقيين لكنهم كبار بافعالهم وبرسائلهم اللي جاي يقدموها للعالم. نجي هسه نسولف عن موكب الاحزان.
اللي ينطلق في مدينة ومحافظة السماوة، محافظة المثنى مدينة السماوة، في سبيل يطلعون ويبعثون رسالة بليلة السابع، ليلة استشهاد ابن الفضل العباس عليه السلام للعالم. السماوة بيوم السابع شدت بيرغ للعباس. خلينا نشوف هذا الفيديو. كرنفال بشري مليوني رهيب يصير وين؟ بس بالعراق وبس بالسماوة. ها يا حاجوزي يا حاجوزي رد عبا يا حاجوزي رد عبا احتوية يا حاجوزي. شنو هذا العشق؟ شنو هذا الجنون اللي انتم مجنين بي يا عراقيين؟ حسين وقلة حارك يا حاجوز العبد. يعني شنو ممكن أصف مثل هيك فيديو؟ شنو ممكن أصف مثل هيك تجمهر مليوني؟ شنو ممكن أقول على هيك ناس يتحدون كل شيء في سبيل القضية الحسينية وفي سبيل المشاعر في سبيل الشعائر الحسينية؟ شنو ممكن أقول؟ نعم أخوان، هاي السماوة، هذول الأبطال، هذول الناس اللي يطلعون. ويوم احنا طبعا احنا ننتظر ليلة السابع من كل سنة من شهر محرم الحرام حتى نشوف موكب الأحزان، وسنة بعد سنة تحس العدد يزيد. من السماوة يا أخوان انتقل للمدينة الأولى بالشعائر الحسينية، واللي هي إلها فد ميزة ونكهة خاصة تختلف عن باقي المحافظات العراقية. العراق كله حسيني والعالم كله حسيني، الحسين للجميع، لكن هاي المحافظة إلها فد نكهة كلش خاصة بإحياء الشعائر الحسينية. عرفتوها؟ النجف، محافظة النجف، مدينة النجف الأشرف. الكل في هاي المدينة يقدمون الخدمة، الكل في هاي المدينة يحيون الشعائر، الكل في هاي المدينة يقيمون المجالس الحسينية، الكل في هاي المدينة يقدمون الخدمات ويطبخون تمن وقيمة ويطبخون ويقدمون الأكل لزوار أبا الأحرار عليه السلام. تعالوا شوفوا. رهيبة 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 رهيبة، ضاع العدد، شوف العدد. يعني منو يتوقع هذا العدد اللي موجود بهاي الساحة اللي هي كلش كبيرة؟ هذا نص الليل يا أخوان، هذا مو بثمانية بالليل ولا بالسبعة ولا بالتسعة ولا بالعشرة ولا بالدعش، هذا نص الليل بعد الثانية عشر بعد منتصف الليل، يعني بالوحدة وحدة ونص بالثنتين دول العالم كلهم قاعدين هنا شالين راياتهم ومنتظرين حتى يقيمون ويحيون ليلة السابع من محرم الحرام. وعلى مدى 10 أيام، أنا دا أسولف على السابع لأن هذا المقطع بقصيدة لأبي الفضل العباس في ليلة السابع. يسر القلب هذا الجواب. مخيف الجمهور مو؟ ولا عراقيين يا اخوان. اولى سليمان ويسخر خاتم جن القتال، اولى نزل نوح بسفينة بهذا طوفان البسالة، هذا النزل نزلت غضب، هذا النزل بعيون لهب ويخلي دمها ليه، يخلي دمها ليه للنهر من اعتناله. علماي الحرة رأسي دق براس، لا وين يروحون من سيف العباس؟ علماي الحرة رأسي دق براس، لا وين يروحون من سيف العباس؟ آه صابر صار هواية هاليوم، صابر صار هواية اليوم، يوم الراية نازل
هلا هلا لا ينزل جبريل. حي الله النجف والنجفيين، حي الله شكو انسان نجفي صغير الى اكبر نجفي موجود بهاي البقعة المباركة بجوار امير المؤمنين عليه السلام، وهم يقدمون هاي الصورة العظيمة اللي جاي توصل لكل العالم شنو اللي دا يصير وشنو هذا الخدمة اللي دا تقدموها يا عراقيين يا نجفيين اللي انتو بوقت متأخر من الليل ومسوين مجلس حسيني بأعداد هائلة. هاي تصير بس بالعراق تحديدا، هاي المجالس العراقيون حسينيون للأبد. من هذا المقطع انتقل لمقطع آخر. سوى الحياة بدون الحسين عجيب عجيب عجيب. كاتب على عربانة مالته، كاتب على عربانة مالته مجانا نقل خلال 10 أيام محرم الحرام، يعني 10 أيام من محرم الحرام العربانة مالتي أني أوصل بها الغراض مجانا وثوابها إلى الحسين عليه السلام. وهو شخص يعني يحصل 2000-3000 دينار يروح بيهن للبيت يعيش بيهن قوت يوما، لكن بهذا الشهر يسوي عربانته يسويها مجانا للإمام الحسين عليه السلام. لكن اللي يطمئن قلبي قلبي يا حسين أحبك تقرى حبي والله أنا عرف سيدي الإحسان لكن لي أطمئن قلبي سوى الحياة بدون الحسين وهني على لي قضي. والله ما أعرف شنو أسالف شنو أقول. عاشت إيدك وموفق ومأجور إن شاء الله، وأجرك على سيد الشهداء على هذا الموقف النبيل والشريف واللي دز رسالة انه احنا حتى فقراءنا هم اغنياء بحب الحسين عليه السلام ويقدمون الخدمة. هسه اذا ما عنده فلوس يسوي طبخ ويسوي مجلس حسيني، لا هو دا يقدم خدمة بشغلته الخاصة. من هذا المقطع انتقل لمقطع اخير. احنا حلقتنا اليوم هي كلها عبارة عن الشعائر الحسينية والعراقيين شلون تهيئوا وشنو اللي دا يسووه في هذا الشهر خلال هاي 10 أيام اللي العالم كله يسكت ويرتفع صوت الحسين عليه السلام بالعراق. تعالوا خلينا نشوف رغبة الطويريج اللي صارت بكربلاء المقدسة وهاي الأعداد الهائلة الملايين من الناس اللي اجوا أحيوا هاي الشعيرة المهمة في كربلاء. نبدي باسم رب العزاء باسم النحر وخيامه من نور طينة كربلاء مستحيل ذلك بيوم من الأيام راح يعوفون القضية الحسينية. عاشور دنا مو شهر كون الفعام أيام رجع بهضم ما ننحرم من البشي ومن اللطف كل ما شوف الخيمة تشوي للنار وابني بدمع عيوني خيمات صغار. لبيك يا أبا عبد الله. أنا كعراقي وكحسيني أفتخر من أشاهد هيك مشاهد وهيك مقاطع تم تصويرها بالعراق. أفرح على اللي إحنا دنسويه واللي دنقدمه واللي دنبذله في سبيل سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وإحنا ننطي وإحنا فرحانين ونخدم وإحنا فرحانين ونقدم كل شيء ومن جيوبنا الخاصة وإحنا فرحانين كلش، وإحنا بأتم الاستعداد لاستقبال 40ية الإمام الحسين عليه السلام واستقبال زوار الحسين عليه السلام، وبيوتنا مفتوحة لكل الزوار ولكل الطوائف ولكل الجنسيات. الحلقة لهنا انتهت يا أخوان، لكن البرنامج مستمر. انتظرون بحلقة جديدة من برنامج بس بالعراق ومقاطع عن العراقيين العظماء ومواقفهم العظيمة. مع السلامة.